عطينا الراي بيان. بالنسبه للراي باش تخرج شويه كثير. حقا انا خصني نساء يكونوا جالسين حدايا انا ماشي رجال، الرجال ما تعرفوش يختاروا، الرجال ما تطيبوش في الحقيقه، خصنا النساء اللي ناخذوا الراي ديالهم. قال لك تياكلوا ما هذا هو المهم. واخا سيدي الراي على بركه الله. ناخذ كوكوت في كوكوت اي ندير فيها اطرو ديال المعادي. ندير اطرو ديال المعادي اه المعادي في كاسوله تنديروا اطرو اخر ديال الماء نديرو يغلي تنزيدو عليه جوج كيسان سنيده ياك في الخلاط في داك الكاس ديال الخلاط فاش نطحنوا العصير نديرو اطرو الحليب جوج ياغورت فاني وجوج ساشي فاني وكاس ونص ديال الحليب بغبرة ايه تنخلطو هادشي مزيان وكنزيدو على داك الماء اللي في الكوكوط الماء اللي في الكوكوط ما مغلي ما والو لا داك بارد عادي عادي تنزيدو عليه داك الحليب اللي خلطنا مع الياغورت والفاني وحليب بغبرة والساشيات ديال الفاني جوج تنخويو عليهم تنزيدو داك الماء الطايب اللي مع سنيده اللي دابت فيه سنيده يكون طايب وتنخويو على داك الشيء تنسدو الكوكوط تنجيبو لها الصفاره تنغطوها بشي حاجه شي حاجه سميتو ولا خشوها بشي المهم شي حاجه تدخل فيها مزيان نغطيها بمانطا هاي بحال مانطا باش يجيك خاطر نيتو هذا ديري غطي بشي حاجه غليظه وخشيها بشي بلاستيكه ولا دوك البيض الكبار تتعاون شويه وندخلها في بلاستيكه بحال دابا توقفي في العشيه خليه مع الصباح تلقي خاطر وتقدري تديري في الزليفات وتقطعي فوق اللي تخويه تيجي زوين ليلة كاملة ومن بعد نديرو في الزليفات ياك ايه وديري الا بغيتي ديري بحال تيجي زوين دابا انا يوميا تنصوب هو دي صلاح لنا في رمضان عرفتي مع الريب كيتسهلك بزاف باش يخرج ثلاثه يطرو واه بارك الله راه تي تاكليتي والجيران صداقه جاريه دابا بالنسبه لنا حنا في مراكش ثلاثه يطرو شربوا عليا في النهار ميت ما تيشربوا الماء اللهم دير لي وفيهم شويه الحليب وتعطيهم يلا الوصفه الثانيه الحريشات 500 غرام سميده رقيقه نص كيلو سميد رقيق ايه ومليحه جوج خمارات ياغورت فاني كاس ديال الزيت وفاني كاس ديال الفاني وكاس ديال السكر سنيده جوج بيضات ايوا وكاس ديال الماء ولا حليب اللي بغيتي الماء او حليب ايه اللي بغيتي صافي من بعد تدخل في هذا الشيء ونسيت تمشي ليا فيها نص كاس الكوك ونص كاس ديال الكوك ايه صافي تنخلطوا هذا الشيء مزيان وتنديروها كويضات بلاتي نخلط كل شيء دقه واحده تديري السميده كنبسبس السميد ياك لا شوفوا من بعد داك الشيء سميتو اللي غيجمع تجمع لك تبقاي تجمع بالحليب ولا الماء قلت لك صافي ومن بعد تديرها كويضات دوزها في سميده غليظه تجي نجمعوها بالحليب او الماء ايوا وتديرها كويرات نديروهم كويرات ايه سميده غليظه ندوزهم سميد غليظ ونديروهم في الطاو وندخلوهم في الفران ونشعلو الفوق وتحت مفلاتة وندخلهم الفران اجي هادو كيجيو جاريين شويه ياك شويه تتكون خفيفه شويه ماشي قاصحه تتكون خفيفه هادي هي ديك اللي كتهزيها بحال هكا بيديك وتترميها في اللاطه هي تضربيها مع اللاطه تضربيها مع اللاطه شفت هاد التقنيه عند هدى هي تتبقى ومع ديك نسمات الكوكو الياغو تجي زوينه تجي بحال زوينه كتخليهم يطيبوا من التحت هو الاول عاد من الفوق العافيه انا صراحه اي حاجه تنشعل الفوق وتحت تنقص لتحت بزاف تيكون الفران سخون تنقص لتحت بزاف وتيكون الفوق شاعر تطيب تتشقق بزاف وتطيب في نفس الوقت طايب واخا تجيني هكا تجيني دايره المهم العافيه الفوق هي اللي كديريها في الاول حتى كتشقق عاد كطيب من التحت كنديرها الغريبه طيب من الفوق حتى تشقق وعاد طيب من التحت هيا تطيب من التحت تجي تجي زوينه واخا اختي اكيد غادي تجي زوينه ان شاء الله كنشكرك حتى انا كنشكرك بزاف وعرفتي شنو كنشكرك بزاف على دوك النصائح اللي تعطينا في دوك الفقرات ديالك اييه كديري بهم والله الا شي حوايج درتهم صدقوني ايوا
لقيت انا لفي ديالي، لقيت انا الروتور ياك بعدا الحمد لله. ولكن غتقولي لنا شنو، غتقولي لنا شنو درتي وصدق؟ صراحة نقول لك شنو بالنسبة لوليداتي، إيه تعطيك نصائح باش قلتي على الصالة وهذا، والله أختي إلا صدقات ليا ودابا الحمد لله تيصلي، واخا المشكلة واخا كبار تبعد معاهم داك النصائح ديال الكبار. راه حيت كاينة واحد المرحلة عمرية ديال الكبار كنا عطينا فيها نصائح خاصية بالكبار. إيه جاب ربي تيسير. والله الحمد لله صراحة الحمد لله. واكيد انا اللي بغى يرجع لهاد النصائح غادي نحيلكم، طبعا هادو ماشي